طلعت ايه مشكلتي الرئيسيه؟ ايه مشكلتي؟ اني بشتغل مع ناس عندها طموح وعندهم اهداف كبيره عايزين يوصلوا لها، وعندهم الكفاءه والاصرار واحيانا الوساخه المطلوبه عشان يوصلوا للي هم عايزينه. الناس اللي من النوع ده لما بيكونوا بيلعبوا في فريقك بتبقى ضامن المكسب بنسبه كبيره قوي، انما المشكله بقى لو حاولت تحط حدود لطموحاتهم بيتخنوا منك ويسيبوك تلعب لوحدك. في نفس الوقت لو سبتهم براحتهم احتمال ياخدوا مكانك شخصيا ويطلعوك بره الفريق. عشان كده الناس اللي زي دول لازم توسع لهم المساحه، تديهم فرصه انهم يكبروا لكن بحدود، بحدود انت مسيطر عليها، من غير ما يحسوا انهم مسجونين او من غير ما يحسوا انهم محتاجين يخرجوا من القفص اللي انت حابسهم فيه عشان يكبروا.